في حركة النهضة ثمنا مبادرة الأستاذ نجيب الشابي اللي أعلنها في 9 أبريل 2022، ثم استقبلنا الأستاذ نجيب واستوضحنا منه تفاصيل هذه المبادرة وانخرطنا لاحقا في تفعيلها. احنا اليوم جزء من الهيئة التسييرية اللي تحضر للإعلان الرسمي لهذه الجبهة في أرضيتها، في أطرافها، في استكمال الحوار مع جميع الأحزاب المعنية وأيضا الشخصيات الوطنية والمجموعات السياسية. والغاية هذه الجبهة المثلى هي أن نصل إلى مؤتمر للحوار الوطني لا يقصي أحد ولا يتأخر عن 3 حاجات: الحاجة العاجلة إلى برنامج وطني للإنقاذ الاقتصادي والمالي تتولاه حكومة ذات كفاءات اقتصادية بالأساس وتزكيه الهيئة بالطبع الشرعية اللي هي البرلمان الذي وضع نفسه على ذمة هذا الحوار الوطني. الأمر الثاني الإصلاحات السياسية والدستورية والقانونية المطلوبة باش نعاود ونرجع جميعا إلى الشعب صاحب السيادة وهو الذي سيجدد شرعية الحاكمين. يعني في هذا الأفق احنا مبدئيا سنكون فاعلين في هذه الجبهة مع بقية الأحزاب ومع بقية الشخصيات، ونتطلع إلى أنه نهاية شهر مايو كما وعد الأستاذ نجيب الشابي تقريبا يتم إعلان رسمي عن الجبهة، وإن شاء الله ما يتأخرش هذا الحوار الوطني.